بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وفقنا الله وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح، ورضي الله عن مشائخنا الماضين وقدس أسرارهم وطيب ثراهم. أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج قوارير مكسورة. في هذه الحلقة سوف نتناول ظاهرة جديدة من ظواهر الإساءة إلى شخص النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وأهل بيته الطيبين الطاهرين. هذه الظاهرة هي ليست وليدة عصر جديد، وإنما هي ظاهرة تاريخية اتسمت بالسمة العقائدية قبل أن تتسم بالسمة الشرعية، وقبل أن تتسم بصفة الإساءة إلى شخص النبوة الكريمة. الواقع أن هنالك بعض الفرق التي قد نطلق عليها بأنها إسلامية جزافا، ولكننا سوف نكتشف بأن هذه الفرق هي بعيدة عن الإسلام وبعيدة عن فكر الإسلام. الفرق التي ظهرت بسبب النزاعات العقائدية والسياسية، وهي كثيرة، وقد تناولتها مصادر علم الكلام بحثا ومناقشة وإحصاء ونقدا. ومن هذه الفرق الفرقة التي حاولت أن تشبه الباري عز وجل بأنه يشبه الخلق أو يشبه بني آدم من خلال ما نسبت إليه بعض الأحاديث التي وضعت على لسان النبي، بأن الله تبارك وتعالى هو يمتلك من الأعضاء ويمتلك من الحواس ويمتلك من الشكل ما يشابه به بني آدم. وأيضا الفرقة الأخرى التي حاولت أن تصور الله تبارك وتعالى بأنه جسم، فتنسب له اليد وتنسب له الساق وتنسب له الوجه وتنسب له بأنه يضحك وأنه يتحدث وأنه قد يداعب بعض الخلق ببعض الكلمات التي لا تليق بمخلوق فضلا عن الخالق الجبار. ومن هذه الروايات ما ورد وللأسف الشديد في بعض مصادرنا الحديثية المعتمدة. نأخذ نماذج من هذه الروايات لنطلع على مدى هذه أو مدى قوة هذه الحرب التي شنها هؤلاء لتشويه صورة الإسلام والمسلمين، بل ولتشويه صورة الرسول الكريم، عندما تنسب إليه أمثال هذه الأقاويل، فبموجبها يتحمل النبي صلوات الله عليه وآله المسؤولية الشرعية والأخلاقية. وكأن النبي صلوات الله وسلامه عليه أصبح وسيلة إعلامية لبث مثل هذه الأحاديث التي تحاول أن تنال من الإسلام وتشوه صورة الإسلام. وإلا كيف لنبي مرسل وخاتم الأنبياء، كيف له أن يدعي بأن الله تبارك وتعالى إن هو إلا جسم؟
ولو لاحظنا كما سوف نقرأ بعد قليل أن هذه الروايات تصاغ صياغة فنية محترفة، بحيث لا يبدو منها بأنها تستهدف التجسيم أو التشبيه، وإنما هي تعالج قضية معينة نجد أنها تحتوي بين طياتها، بين ألفاظها، ما يدل على نسبة الجسم والحركة وكل شيء إلى الله تبارك وتعالى، ولا فرق، أي أن هذه الروايات لا تفرق بين الخالق وبين المخلوق. من هذه الروايات ما ذكرته مصادر الحديث من أن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته، أي على صورة الله تبارك وتعالى. أخرج البخاري عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: خلق آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة. لاحظ عزيزي المشاهد هنا، خلق آدم على صورته، الهاء في صورته هو ضمير، والضمير يعود إلى الله تبارك وتعالى، لا كما حاول بعض الشراح أو المفسرين إلى نسبة الضمير إلى النبي أو إلى الخلق غير النبي. من الواضح جدا أن هذا الضمير في صورته يعود إلى الباري جل وعلا. فهذه الرواية في الواقع تصور الله تبارك وتعالى بأن طوله 60 ذراعا، وهي بذلك تجعل لله جسم، وبالنتيجة تجعل لله حركة، وتجعل لله تبارك وتعالى شكل يوصف. أين نحن من القرآن الكريم؟ أو أين هذه الرواية من القرآن الكريم؟ ألم نقرأ في سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد؟ فإذا كان لم يلد ولم يولد، فكيف أصبح له جسم، وهذا الجسم طوله 60 ذراعا؟ ثم عندما تقول الرواية على لسان النبي: الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، هل هنالك آدمي طوله 60 ذراعا؟ كيف لله تبارك وتعالى أن يخلق آدمي طوله 60 ذراعا، وبالتالي يحاول أن يقول بأن هذا الآدمي الذي طوله 60 ذراعا بحسب الرواية التي جاءتنا عن كتاب البخاري في الجزء 8 صفحة 50 كتاب الاستئذان باب بدو السلام، هذه البخاري هذه الرواية موجودة في هذا الكتاب. فهل من الإنصاف أن تكون لله صورة؟ وهل من الإنصاف أن يشارك الله تبارك وتعالى الناس الذين خلقهم في صورهم؟ إذن ما الذي يفرق بين الخالق والمخلوق؟ لاحظ عزيزي المشاهد بأن هذه الرواية تحاول أن تجعل من الله تبارك وتعالى شبيها لمخلوقاته، وبالتالي تتنافى مع العديد من آيات القرآن الكريم الذي يقول بأنه ليس كمثله شيء. فإذا كان ليس كمثله شيء، فكيف يكون يشبه بني آدم؟ وكيف يمكن أن نقارن بني آدم بالله تبارك
وتعالى. لاحظ عزيزي المشاهد، وكثير من الروايات التي حفلت بها كتب الحديث التي نصفها بأنها معتمدة والتي يتمسك بمصداقيتها العديد من العلماء لاعتبار أنها كلها صحيحة وليس فيها من الباطل، فهل أن نصف الله تبارك وتعالى بأنه مثل البشر مثل خلقه باطل أم حق؟ بل هو الباطل بعينه. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنس هو خادم النبي، قال أي النبي يقول: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه. لاحظ عزيزي المشاهد ما تحاول أن تصل إليه هذه الرواية، النار تتحدث فتقول هل من مزيد، تريد ناس، فيضع فيها الله تبارك وتعالى قدمه، فتقول النار مرة أخرى تتحدث فتقول النار قطن قط، ثم يزوى بعضها إلى بعض. يزوى بعضها إلى بعض أي يحشر الناس فيها حشرا، يزوى بعضها إلى بعض كأن مكان النار، هذه الرواية تريد أن تصور بأن المساحة التي أنشئت فيها منشأة النار هي مساحة صغيرة ولا تستوعب العدد الكبير من المعاقبين بوضعهم في النار، فيزوى بعضها، فيزوى هؤلاء الناس المعاقبين الذين جزاؤهم النار، يزوى بعضهم إلى بعض لتمتلئ هذه الرقعة التي خصصت لتكون فيها النار، وكأن الله تبارك وتعالى قد خصص قطعة للنار وقطعة للجنة حتى يزوى فيها الناس بعضهم إلى بعض. لا، نحن نقول لعل الناس الذين سيكون جزاؤهم الجنة إن شاء الله قد لا تتسع لهم الجنة، لأن المهندسون في الواقع عندما بنوا الجنة لم يحسبوا في حساباتهم بأن هنالك أعداد متزايدة سوف تدخل إلى الجنة جزاء لأعمالهم الصالحة. فلاحظ عزيزي المشاهد مدى تهافت هذه الرواية التي نقلت في الكتاب الثاني الذي يوصف من حيث الصحة. لاحظ مدى سذاجة هذه العبارات التي تجعل من النار تتحدث، وبالتالي نضع هذا الحديث برمته على ما فيه، نضعه على لسان النبي تبارك وتعالى. هل يستحق منا نبي الأمة أن نضع أمثال هذه الكلمات التافهة السخيفة التي لا مكان أو لا اعتبار لها في مقاييس العقل ومقاييس المنطق، ونضعها على لسان رجل هو خاتم الأنبياء؟ هل من الإنصاف أن نفعل ذلك؟ بعد هذا الحديث أكيد بالنتيجة سوف يثبت لله بأن له أعضاء، ومن هذه الأعضاء هو قدمه التي بحسب واقع الحديث، بحسب ما يذكر الحديث، بأنه عندما يضع هذه القدم الجبارة الكبيرة في النار فإن النار سوف تمتلئ
بقدم الله تبارك وتعالى، أقول هل إن هنالك أحد آخر هو الذي خلق النار، أم إن الله تبارك وتعالى قد خلق النار؟ فكيف يضع الخالق رجله أو ساقه في النار؟ أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود وإياكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. كنا نتحدث عن الواقع الروائي لبعض الروايات التي وضعها المجسمة والمشبهة على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه في محاولة منهم لتشويه صورة الدين الإسلامي وتشويه صورة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه الرواية التي تدعي بأن الله تبارك وتعالى قد وضع قدمه في النار من أجل أن تمتلئ، لأن النار قد شكت قلة الداخلين إليها، فأدخل رجله أو ساقه فيها لتمتلئ. ولا يخفى على المشاهد الكريم بأن هذه الرواية تحاول أن تقول لنا بشكل غير مباشر بأن لله مثل ما للبشر له ساق، والساق هذه أو القدم لا بد أن تتحرك، ليس هنالك ساق غير متحركة، لأنه سوف يرفعها ويدخلها في حيز النار. فهي إذن ساق، وهذه الساق تتحرك. إذن هذه الرواية بشكل غير مباشر أثبتت لله تبارك وتعالى بأنه جسم، وأن هذا الجسم هو يتحرك. ثم لنا أن نتساءل، من خلق هذه النار؟ أليس هو خالق هذا النار؟ فكيف يدخل بعض أجزاء جسمه في النار؟ هل يصح هذا؟ أقول كيف يقبل العقل السليم أمثال هذه الأكاذيب أو أمثال هذه الطرهات؟ ثم أليس إذا كنا نعترف بأن القرآن الكريم ورد إلينا بالتواتر، وأنه بعيد جدا عن التحريف، أو أن يد التحريف حاولت أن تصل إليه ولن تصل بفضل الله ورعايته وحفظه؟ إذن جميع المسلمين يعترفون بأن القرآن الكريم وصل إلينا كاملا متواترا. ألم يعد القرآن الكريم بأنه سوف يملأ النار من الجنة والناس؟ ألم يعدهم بذلك؟ ألم يعد الجبارين والمتجبرين بأنه سوف يدخلهم النار؟ جميع الآيات القرآنية التي تحاول أن ترهب أو تخوف الناس بالنار وتصف لهم هذه، لم تذكر في أي آية منها بأن الله تبارك وتعالى سوف يدخل قدمه في النار. هذه الروايات أعزائي المشاهدين ينبغي أن تكون واضحة، وينبغي أن لا نتقبل شيئا نستشعر بأن فيه مساس لله تبارك وتعالى، بل كفران مبين. وبالتالي فإن وضع أمثال هذه الروايات على لسان النبي هو ظاهرة سلبية ينبغي معالجتها ومحاربتها. ولاحظ هذه الرواية الأخرى التي تقر بأن الله تبارك وتعالى ينزل من السماء إلى الأرض
أخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن نافع بن جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ينزل الله عز وجل في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول، يجوب في شوارع المدن والأزقة والناس نيام. لاحظ عزيز، انتبه معي إلى دقة ما تحاول أن تصل إليه هذه الرواية. ينزل الله عز وجل في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ويبقى يدور في الشوارع فتسمعه الناس حتى يطلع الفجر. هذه الرواية ذكرها أحمد بن حنبل في مسنده في الجزء الرابع صفحة 81، ووردت في صحيح البخاري في الجزء الثامن منه صفحة 71، باب الدعاء نصف الليل من كتاب الدعوات، بمعنى إنها من الروايات الصحاح التي لا غبار عليها، لأن البخاري نفسه قد أوردها في كتابه. معنى ذلك أنها لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، دون أن تنظر هذه الناس إلى أن الإقرار بهذه الرواية يعني الإقرار بأن الله يتحرك، وأن الله يمشي، وأن الله يتحدث ويصيح بأعلى صوته: هل من سائل فأعطيه؟ وكأنه شخص أو رجل من الناس يسير في الشوارع وينادي للناس: هل من سائل فأعطيه؟ هل يحتاج الله تبارك وتعالى أن ينزل فعلا، أم إنه في مكانه ويتحدث وينادي ويفعل ما يشاء؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن ما حاجته إلى أن ينزل فيسائل الناس ويجوب في الطرقات ليسمعه الآخرين؟ لعلنا نكتفي بما ناقش به الإمام موسى بن جعفر عليه السلام هذه الرواية. ذكر عند الإمام موسى بن جعفر عليه السلام هذه الرواية، أو ذكر عنده قوم يزعمون أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تبارك وتعالى لا ينزل ولا يحتاج أن ينزل، إن منظره في القرب والبعد سواء. الله أكبر. لم يبعد منه قريب ولم يقرب منه بعيد، ولم يحتج بل يحتاج إليه وهو ذو الطول. يقول ذلك من ينسبه إلى نقص أو زيادة، الذي يدعي بأن الله تبارك وتعالى ينزل إلى الأرض فيسائل الناس، هذا يحاول أن ينسب الله تبارك وتعالى إلى الزيادة وإلى النقص. وكل محترك محتاج إلى من يحركه أو يتحرك به، فظن بالله الظنون فهلك. ليس هنالك من متحرك إلا ووراءه محرك. معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يتحرك أو إذا استطعنا أن نثبت عليه الحركة، فإن هنالك لا بد من محرك. لا يمكن أن تعمل هذه الأضواء بدون كهرباء، لا يمكن أن يتحرك أي جسم، روبوت غير روبوت، لعبة نارية، أي جسم لا يمكن أن يتحرك إلا ووراءه محرك. هذه الرواية تستهدف إن وراء الله
تبارك وتعالى من يحركه، وهذا هو عين الشرك بالله، وهذا هو عين الكفر. وما كلمات الإمام موسى بن جعفر عليه السلام إلا عملية إيضاح وعملية وضع هؤلاء الناس أمام واقع يحاول أن يدمر جسد الإسلام. كيف نثبت لله تبارك وتعالى الحركة؟ نحن الذين نتحرك، البهائم التي تتحرك، كل ما دب على الأرض يتحرك، من يحركه؟ يحركه الله تبارك وتعالى. فهل يحتاج الله تبارك وتعالى إلى من يحركه؟ فإذا احتاج إلى من يحركه فهو ليس الله تبارك وتعالى. ولذلك الإمام موسى بن جعفر يحذرنا، يقول: فاحذروا في صفاته من أن تقفوا له على حد تحدوه بنقص أو زيادة أو تحرك أو زوال أو نهوض أو قعود، فإن الله جل عن صفة الواصفين ونعت الناعتين وتوهم المتوهمين. وتوكل بعد ذلك يوصي أصحابه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لاحظ عزيزي المشاهد، هذه الكلمات الجبارة تخفي وراءها معان كبيرة. وكثيرة هي الروايات التي تحاول بشكل همجي، بشكل يحاول الإساءة إلى الإسلام والمسلمين. ولا أدعي بأنها غير مباشرة، لا، العاقل اللبيب يدرك بأن هذه الروايات وبشكل مباشر تحاول أن تطعن في الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام. وللأسف الشديد أننا نطالعها في كتاب مثل مقام كتاب البخاري أو كتاب مسلم أو مسند أحمد بن حنبل. نلتقي وإياكم إن شاء الله في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا زهرا إن هدات البرايا بنوك، يا زهرا يا زهرا يا من رضا ربنا من رضاها، يا زهرا يا زهرا يا زوجة المرتضى في علاها، يا زهرا يا زهرا.